نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة انه دايما ولاد بلدنا بيثبتوا قدرتهم على التحدي في كل المجالات، خصوصا واحنا بنتكلم على العاب بتعتمد على الذكاء والاحترافية بشكل كبير. ويمكن السوشيال ميديا بقى لها فترة بتتكلم عن بطل عالمي احترف لعبة الشطرنج وقدر انه يبدأ بالفعل عام 2023 ويفوز بالميدالية الذهبية في بطولة السويد المفتوحة للشطرنج الخاطف. كمان هو بيعتبر أحد أبطال اتحاد الشطرنج، فاز بالفعل ببطولات عربية وأفريقية وكمان عالمية. دلوقتي معانا عبر زوم البطل باسم أمين. صباح الخير عليك. طبعا يعني تاريخ طويل يعني في لعبة الشطرنج، الأول ألف ألف مبروك، مبروك التألق ومبروك النجاح ومبروك الفوز. عايزين نعرف منك تفاصيل آخر بطولة عالمية حصلت عليها في السويد مع يعني بداية سنة 2023. طبعا الله يبارك في حضرتك وصباح الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين، وكل سنة والجميع يا رب بألف خير وصحة وسعادة. يعني طبعا البطولة الأخيرة كانت زي ما حضرتك قلتي بطولة السويد للشطرنج الخاطف. يعني الشطرنج، بطولات الشطرنج بتتقسم لثلاث أنواع، حاجة اسمها الشطرنج الكلاسيك، وده الدور الواحد بيستمر ممكن لست أو ثمان ساعات على حسب نظام الوقت في البطولة. تاني حاجة نظام الشطرنج السريع، وده بيبقى الدور أقل من ساعة. وتالت حاجة الشطرنج الخاطف، وده مدة الدور بتبقى أقل من ربع ساعة. وفي معظم البطولات بيتقسم الدور الشطرنج الخاطف لكل لاعب بيبقى عنده 3 دقايق في الدور كله، وده طبعا بيبقى أسرع نوع من الشطرنج ويمكن أمتعهم كمان بالنسبة للمشاهدين، يعني لأن طبعا الريتم فيه بيبقى سريع شوية، فالدور بيخلص بسرعة وكمان نسبة الأخطاء ممكن تبقى فيه أعلى شوية، فبيبقى أمتع كمان للمتفرجين. يعني في البطولة الأخيرة كانت في الشطرنج الخاطف اللي هو الأسرع حاجة. يعني ايوه. طب انا برضو عندي سؤال، يعني ايه ماتش بيفضل 6 ل 8 ساعات؟ يعني بتعملوها ازاي دي؟ يعني حط نفسك مكان المشاهد. انا النهارده لما اسمع ان في مباراه حتى ولو كانت على ترابيزه او حتى ولو كانت ذهنيه بتقعد من 6 ل 8 ساعات، يعني مفيش بريك، بتعملوا ايه؟ هو طبعا بيبقى فيه وقت، يعني بيبقى فيه ساعة، فكل لاعب بيبقى عنده وقت بينظمه هو برضو. دي من درجات صعوبة الشطرنج، يعني إن أنت إزاي تنظم وقتك وتوزعه على خلال فترات الدور كله في كل النقلات. ايوه أنت ممكن تبقى في نقلة معينة تقعد تفكر ساعة، واخد بالك؟ يعني مثلا النظام المعتاد بتبتدي الدور بساعة ونص، كل لاعب بيبقى عنده ساعة ونص، وبعد النقلة ال40 بتزيد مثلا سواء نص ساعة أو 50 دقيقة على حسب البطولة اللي بتلعب فيها حسب نظام الوقت. يعني فأنت ممكن تقعد في نقلة ساعة وتلعب في 10 نقلات في 5 دقايق، فدي أنت اللي بتكرر برضه. دي طبعا من الصعوبة، عشان كده دايما يعني حضرتك حتى تابعت البوستات المنتشرة اليومين دول إن الشطرنج محتاج لياقة بدنية عالية أو مدرب بدني، إن أنت محتاج إن أنت تقعد الفترة الطويلة دي كلها محافظ على تركيزك، لأن أنت لو في آخر الدور في الساعة 7 أو الـ8 تركيزك قل او مجهودك قل، خلاص هتضيع مجهود كل اللي فات ده في نقله واحده، لان الشطرنج غلط نقله واحده غلط صحيح. بتضيع كل اللي انت عملته قبل كده. فدي طبعا يعني من الصعوبات برضو اللي بنواجهها يعني في البطولات بقى وفي التنافس العالمي. يعني طيب كمان يا باسم، انا عارفه انه انت اول مصري وعربي وافريقي يفوز بلقب السوبر جراند ماستر، وكمان داخل في افضل 100 على مستوى العالم في الشطرنج. كلمني عن كواليس التصنيف ده وعن البطولات اللي شاركت فيها. يعني دي برضو نقطة مهمة إن إحنا نوضحها، هو ألقاب الشطرنج الرسمية من الاتحاد الدولي للشطرنج، يعني في خلينا نقول 3 أرقام رئيسية: أستاذ اتحادي، وبعدين أستاذ دولي، وبعدين أستاذ دولي كبير اللي هو جراند ماستر. جراند ماستر ده أعلى لقب رسمي من الاتحاد الدولي للشطرنج. لقب سوبر جراند ماستر هو لقب مش رسمي، لكن لقب متعارف عليه في الأوساط الشطرنجية للاعبين اللي بيعدي تصنيفهم 2700 نقطة. وده أنا كنت الحمد لله يعني أول مصري وعربي وأفريقي في تاريخ يعني الحمد لله الشطرنج يصل للتقييم ده أو يعدي التقييم ده كمان. وحتى الآن يعني الحمد لله الوحيد اللي حقق التقييم ده، وبالتالي بيطلق عليهم لقب سوبر جراند ماستر يعني. ودول يعني في تاريخ الشطرنج كلهم تقريبا حوالي 120 لاعب بس اللي عدوا التقييم ده يعني في تاريخ الشطرنج يعني. فالحمد لله طبعا كان إنجاز الواحد فخور بيه، يعني إنه يكون أول مصري وعربي وأفريقي يحققه يعني. والميزة إن ده يعني بيدي طموح للعيبة كتير إن ده ممكن، إن لاعب
من مصر ومن أفريقيا يستطيع ان هو يعمل حاجة زي كده. بإمكانيات يعني خلينا نقول قليلة جدا، دعم قليل، إن هو يوصل للمكانة دي وينافس الأبطال العالميين. يعني أتمنى إن يكون ده بيشجع أجيال جاية إن شاء الله إنها توصل لده كمان، تعرف إن ده ممكن مش مستحيل. يعني زي ما كنا دايما وإحنا صغيرين كان بيتقال لنا، يعني إحنا أما أنا ابتديت ما كانش في جراند ماستر أصلا في مصر، فكان بالنسبة لنا إن بس نشوف جراند ماستر في بطولة أو جراند ماستر يجي يلعب في مصر يعني كنا بنحس إنه اختراع. فدلوقتي لا، بقى في جراند ماستر واثنين وثلاثة وفي 6 جراند ماستر من مصر دلوقتي الحمد لله. بقى باسم بيوصل تقييم 2700، إنجازات بتتحقق. نتمنى إن شاء الله الأجيال يبقى في أجيال عندنا جاية إن شاء الله يعني تحقق اللي إحنا حققناه وأكتر بقى كمان إن شاء الله. يعني صحيح. قول لي يا باسم، انا عندي سؤال يعني ربما بره الصندوق شويه. لعبه الشطرنج ممكن تغير ايه في البني ادم؟ يعني لما حد بيدرس الهندسه ده بيأثر على دماغه ان هو بيفكر بشكل منتظم، بيعرف يدير الامور بشكل كويس، يقول لك افضل مديرين في العالم مهندسين. هل بتوع الشطرنج مختلفين بقى؟ يعني بتشوف الدنيا ازاي بعد جيم الشطرنج؟ اكيد ليك وجهه نظر مختلفه. بالظبط، يعني دي نقطة مهمة جدا. الشطرنج يعني يمكن برضه حاجة من اللي أنا حابب أوضحها. يعني ناس كتير بتقول الشطرنج بيفيد في إيه، أو بيفيد مصر في إيه، أو بيفيد اللي بيلعبوا إيه. أيوه الشطرنج ما هوش لعبة زي أي لعبة. للأسف ناس كتير في مصر متخيلين الشطرنج عشان ناس كتير بتمارسه على القهاوي، فهم متخيل رابطينه بالدومينو والطاولة. لا، الشطرنج حاجة مختلفة خالص. الشطرنج يعني علم، في دراسة، في كتب، في مميزات كتيرة جدا بيكتسبها اللي بيلعب شطرنج. مش شرط انه يكون بطل، لكن مجرد ان انت بتلعب اللعبة وبتعلمها وبتعرف افكارها وبتبتدي ان انت تمارسها بتستفيد حاجات كتيرة جدا. زي ايه؟ طبعا بتعلمك ازاي تفكر بطريقة منظمة، بيزود قدرتك على التخيل، الحسابات، تنظيم الوقت. زي ما بقول حضرتك انت الدور بيبقى عندك وقت، لازم بتعرف ان انت تنظم وقتك خلال الدور. الحسابات وإزاي إن أنت تتوقع نقلات خصمك وتبني عليها أفكارك. دي كلها حاجات يعني مهمة جدا، خصوصا لو الأطفال بيتعلموها من سن صغيرة. بتأثر في طريقة تفكيرهم وفي شخصيتهم، قدرتهم على اتخاذ القرار. إزاي يبقى عندك احتمالات كتيرة جدا وتقدر إن أنت تفكر في كل احتمال، إيه مميزاته وإيه عيوبه، عشان تقدر تاخد القرار السليم في الآخر. فزي ما بقول حضرتك دي كلها مميزات، خصوصا لو الواحد اتعلمها من سنه صغير بتفرق معاه كتير جدا في شخصيته. عشان كده الشطرنج في دول كتيره جدا على مستوى العالم، اكتر من 90 دوله ماده في المدارس، وفي دول ماده اساسيه يعني ياه تنجح وتسقط في الشطرنج، فعلا. لان الناس دي عارفه اهميه اللعبه دي في بناء الاطفال وده زي ايه؟ المجتمع بعد كده. بالظبط، زي دول ايه؟ معلش، زي دول ايه؟ يعني طبعا دول روسيا بمشتقاتها اللي كلها روسيا يعني بعشقة الشطرنج فيها للشطرنج، ده ده حقيقي. حاجة اه أساسية. يعني طبعا أرمينيا، جورجيا، أذربيجان، كل الدول، كازاخستان، أوزبكستان، الدول دي كلها بتدرس الشطرنج فيها الشطرنج في أساسية. كمان المدارس. دول أوروبية كتيرة طبعا، ألمانيا وفي أمريكا طبعا في حتت كتير مادة في المدارس، وفي زي ما بقول لك دول كمان بتاخدها مادة أساسية. يعني احنا فخورين بيك دكتور باسم امين، بطل عالمي في الشطرنج، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا لك. باسم اعتقد انه خريج طب، ويمكن الموضوع ما بيبقاش سهل مع طب انك تمارس موهبة طبعا بالشكل ده وتوصل فيها للعالمية، نظم وقتك وتروح وتيجي فيعني ما شاء الله يعني. لا حاجه عظيمه طبعا. وخليني برضه اقول لك حاجه، طبعا مع احترامنا الشديد لكل ابطالنا الكرويين، الجهد البدني طبعا مقدر جدا وفي تكنيك وكمان في ذكاء، لكن لما تبقى رياضه ذهنيه بس الموضوع مختلف يا هدية. صحيح، يعني هو حتى هو بيتكلم بيقول لك بيبقى عنده كذا سيناريو وهو بيلعب مع الخصم وازاي ممكن يغيره بناء على طريقة لعب الخصم، فيعني وحطي تحت مجهود ذهني كبير الكلمة اللي أكيد. قالها في الآخر، أنا كنت أصلا أسأل السؤال ده، إيه هي الدول؟ قال لك روسيا ومحيطها، يعني أذربيجان، أرمينيا وخلافه. الدول دي فعلا فيها أهم لعيبة شطرنج في العالم، وبيقول لك بيدرسوه في المدارس، فتفهم من ده إن أنت زي بتبني أجيال بتعرف تفكر بشكل منطقي، أنت بدل ما تديهم طريقة التفكير المنطقي أنت بتلاعبهم لعبة صحيح، تبني ده وبتبني ده عن طريق أو بشكل غير مباشر.